السلام عليكم. تعتبر الجنسية النمساوية من أصعب الجنسيات في الاتحاد الأوروبي والعالم، ورغم كده استطاع العديد من السوريين في البلد دي الحصول عليها، ودي إشارة بتأكد أنهم بيحبوا العمل والتقدم، وبين في رواية بعض السياسيين اللي بتحاول التهجم عليهم دايماً وإبراز بعض المواقف المظلمة في الإعلام، وفي رسالة أقوى بتشير إلى حرصهم على التقدم خاصة بعد ابتعادهم عن نظام الضلال والتخلف في بلدهم. وفي أحدث تقرير لهيئة الإحصاءات النمساوية تبين أن السوريين في مقدمة عدد الحاصلين على الجنسية النمساوية. وحسب تقرير الإحصاءات النمساوية للربع الأول من العام الحالي 2023، فقد تم منح الجنسية النمساوية ل 3292 شخص، 486 شخص منهم عايشين في الخارج. وهنا بنشوف تراجع عدد المجنسين بنسبة 32.3 مقارنة بربع الأول من السنة اللي فاتت اللي حصل فيها 4861 شخص على الجنسية النمساوية. وهنا أوضح توبياس توماس المدير العام للإحصاءات النمساوية أن عدد التجنيس انخفض بمقدار الثلث، وده وفقاً للمادة القانونية 58 من قانون الجنسية النمساوية اللي بتتيح للمضطهدين سياسياً في فترة الحكم النازي وأبنائهم فرصة الحصول على جنسية اعتباراً من 1 سبتمبر 2020 من غير ما يكونوا مضطرين أنهم يتخلوا عن جنسيتهم السابقة، وده استثناء بينطبق فقط عليهم، غير كده فازدواج الجنسية ممنوع لغيرهم. وتم تجنيس 2810 شخص من يناير لمارس، وهنا تصدر السوريين بواقع 373 حالة، بعدهم الأتراك ب 262 حالة، وفي المرتبة الثالثة البوسنة والهرسك ب 192 حالة. وكان للنساء الحصة الأبرز بواقع 1670 جنسية، وكان لسكان فيينا النصيب الأكبر من عملية التجنيس بواقع 1063 شخص، تلتها مقاطعة النمسا السفلى ب 499 شخص. وحصل 1365 شخص على الجنسية بناء على إقامتهم لست سنوات ولأسباب تانية زي المعرفة باللغة الألمانية والاندماج المستدام وحق اللجوء. كما حصل 482 من المضطهدين السياسيين وأبنائهم على الجنسية، و 176 شخص بناء على زواجهم من مواطنة أو مواطن نمساوي. وحصل 110 شخص على الجنسية بناء على إقامتهم في النمسا على الأقل لمدة 15 سنة واندماج مستدام، و215 شخص بموجب الاستحقاق، و195 شخص بناء على إقامتهم لمدة لا تقل عن 10 سنوات، و16 شخص بناء على عمل استثنائي لصالح الدولة، بالإضافة لتجنيس 865 شخص لأسباب أخرى متعددة من بينها الولادات الحديثة. وطبعاً القانون النمساوي بيحدد كذا شرط للحصول على الجنسية، فلازم على الفرد الإقامة من 6 إلى 10 سنوات كاملة في النمسا بواقع 5 سنوات كإقامة دائمة، وإذا كانت الإقامة غير دائمة فيحق له الحصول على الجنسية بعد 15 سنة، وبتبدأ الفترة دي من تاريخ أول دخول لي للنمسا. وبالنسبة للأجانب اللي تزوجوا من مواطنة أو مواطن نمساوي فبيقدروا يحصلوا على الجنسية بعد 6 سنين كاملة على عقد الزواج. لمزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقعنا المميز إنفوجراد وتحميل التطبيق الخاص بالهاتف. أشوف وشكم بخير، واستنوني بمعلومات تانية لنكتمل بالمعرفة.